رجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي خلونا نخش على فقرة ضربة حرة. ضربة حرة هتكون فقرة هي فيها مساحة لينا نعبر فيها عن مشاكلنا، وهتبقى مساحة للفضفضة نتكلم فيها بصراحة ومن غير هجوم على أي طرف سواء راجل أو ست. علشان كده اخترنا أن أول ضيفة تكون معانا في فقرة حرة بنت بتتميز بخفة دمها وذكائها، ذكائها على السوشيال ميديا وذكائها في الحياة، صاحبة فقرة أنت تسأل وأنا جاوب. الناس اتفاعلوا مع الفقرة دي وبقت بالنسبة لهم صاحبتهم واختهم، بيبعتوا لها مشاكلهم والمواقف اللي بيمروا بيها عشان بس يسمعوا ردودها بطريقتها اللذيذه زي ما انا بقول عليها. منورانا النهارده صناعه المحتوى الجميله منى الزهيري، اهلا بيك يا منى، منورانا ومشرفانا ومزودانا. سلام. هنعرف نتكلم جد معاكي في الحلقه دي؟ مش عارفه بقعده الصالون دي. ايوه من الانتري المعينه. منى الاول، انت متابعه كاس عالم ولا لا؟ متابعه كاس العالم بس مش يعني مش قوي. انا شفتك يعني بتقولي في الستوريز انت مالهاش في الكوره. لا ليه، بصي انا علاقتي بالكوره توقفت بعد ما بابا الله يرحمه توفى، عشان خاطر هو اللي كان متابع قوي. فبعد كده بقيت ايه، لما اشوف الكوره بتفكرني. فبتابع على خفيف كده. قولي لي الاول بدايتك جت ازاي على السوشيال ميديا، وكانت البدايه بهدف ان انت كنت متخيله ان انت هتتشهري كده ولا جت ازاي؟ كنت عارفه ان انا هتشهر. انت داخله في هدف. عايزه اقول لك على حاجه، عندها ثقه بالنفس ما شاء الله. ما شاء الله، ده جميل ده. بتطلع كل يوم تقول احلى واحده صحيت، احلى واحده، احلى واحده، ده احلى حاجه. طب قولي لنا بقى البدايه جت ازاي؟ ولا حاجه، انا كنت بعمل فيديوهات على الفيسبوك في الاول قبل كورونا وقبل اي حاجه زي كده. وبعدين بعد كده، بس كانت فيديوهات بقى كنت بعمل زي سكتشات كده، حاجات مثلا بقلد مامتي، بقلد اخواتي، بقلد الحاجات اللي بشوفها في الجامعه، نماذج الشخصيات اللي احنا بنشوفها مثلا في المواصلات، في الكلام ده. فكانت بتاخد شير كبير قوي. بعد كده لقيت ان بقى في بقى اللي هي حكايه ان ممكن حد يبعت لي سؤال وانا جاوب، فبقيت الناس على الانستجرام بتبعت لي سؤال وانا بجاوب، وفجاه لقيتهم بياخدوا ده ويشيروه وبيفايرل. بس هو بصراحه يعني ده كان خطه ممنهجه يعني. بصراحه يعني هو مش وليد الحظ. ايوه يعني فانا لما لقيت بقى ان هو ده بيتشير كتير، فبقيت لا اعمله بشكل اكتر. بعد كده بقيت طبعا جت الكورونا، فكل الناس بقى كانت قاعده في الفتره دي في البيت، فخلاص بقى بقيت مسكت بقى التيك توك بقى والانستجرام وبتاع. فكرة الفترة دي طلعت ناس كتير قوي كان كله فاضي وزهقان وقاعد. تيك توك عمل انقلاب، ناس كتير طلعت فترة. نتفليكس اصلا كمان، نتفليكس طلع يعني حقق اعلى ارباحه من فترة كورونا. بالظبط. فبس بقى فخلاص بقيت بقى يعني اتشهرت قوي قوي فترة الكورونا. انا كنت مشهورة قبلها بس قوي قوي كانت فترة الكورونا. انا طول عمري مشهورة وكده. تلاحظي ان انا بحب نفسي قوي. طب انا عايزاكي تتكلمي عن بره السوشيال ميديا، انت بتعملي ايه في حياتك؟ بتدرسي؟ بتشتغلي؟ يمكن دي حاجات مش اغلب الناس يعرفوها. ايوه بصي، انا اصلا دبل ميجر، انا محاميه ومعايا سياسه ودكتور. لا مع بعض. مفاجاه مش كده. بس انا بشتغل محاميه، بشتغل محاميه عقود عادي جدا. بتشتغلي محاميه؟ عشان الناس دايما تسالني تقولي هو انت بتشتغلي؟ ايوه بشتغل محاميه. حتى دلوقتي هتلاقيني مثلا ايه، زمان كنت بعمل ستوريز كتير قوي، كنا وقت الكورونا فما كانش فيه، دلوقتي بقى في شغل فبنشتغل، فما بين الشغل وما بين الفيديوهات بقى والحاجات دي. بس طبعا شخصيتي كمحاميه. الشغل بيتعاملوا معاكي ازاي؟ بيتعاملوا معايا، ما هو بقى بصي يعني انا ازاي بالظبط، ازاي بتتقمصي دور الجد؟ بحاول اخفي بقى شخصيتي دي بقى اللي هو فاهمه ازاي يا شيخ. تخفيها ازاي؟ ده انا لسه بقول لهند هنعمل الفقره معاها ازاي. والله بصي هقول لك على حاجه، يعني ايه، هو طبعا مفيش حد بياخدك على محمل الجد لو ما يعرف ان انت يعني فاهمه، بس واحده واحده لا لما بيلاقوني ان انا بعرف اتعامل وبتاع يعني تمام، ما عندهمش مشكله يعني، بيوافقوا. وبعدين بقى بيروحوا يقولوا للناس ده البنت اللي بتعمل فيديوهات هي شغاله عندنا وشغاله معانا. تخوف. لاحظت ردودك في الاسئله انها صريحه جدا، ما فيهاش اي مجاملات. بجحه ازاي بقى يعني؟ بجحه في بجاحه كده. والناس بتسالك برضه يعني هو بصي هو اقول لك على حاجه، هو انا يعني في بصراحه في حاجات بتجيلي بتبقى بتزعلني، يعني مش ببقى عايزه ارد بكده، بس انا قبل اي سؤال بخش على الشخص اللي بعت لي السؤال ده، ببعت له مسج بقول له انا هرد بهزار. تمام تمام، مش تمام مش أوكي. تمام. فالاغلب بيبقى تمام لان هو بعت لواحده بتهزر، ما هو مش عايز اكيد اجابه جد يعني.
لو عايز اجابه جد ما تجيليش انا ماشي. فبس في ناس طبعا بتبقى في حاجات تحزن بقى يعني، بتبقى في ناس بعتها حاجات بجد بس دي ببعتها بقى لسيرفيس او حاجه زي كده. برافو عليك بتوديهم صح. اه بالظبط. اه اساليهم نذيع ولا ما نذيعش؟ نذيع ولا ما نذيعش؟ لو عايزين نذيع نقول له نذيع بالظبط كده. عايزاك تحكي لي موقف من اول ما بدات السوشيال ميديا لحد دلوقتي، موقف معلق معاكي لحد دلوقتي، سواء حد قابلتيه، حد بعت لك مسج، حاجه لسه فاكراها ومأثرة فيكي. عايزه حاجه تضحك طيب ولا حاجه؟ بصي احنا ناخد واحده تضحك وعلى واحده تعيط يعني نظام ميكس كده. بصي والله وانا دايما يعني في واحده قابلتني دي من كام يوم، دي قالت لي ان انا موضوع بمناسبه احلى واحده، ده موضوع احلى واحده ده انا عاملاه عشان بس حاجه يعني تضحك شويه. انا من وانا صغيره يعني كنت في البيت انا الوحيده اللي سمره شويه، كلهم طالعين شقر وملونين وكده لمامتي، فانا مش احلى واحده، كنت بيتقالي ان انا مش احلى واحده، احلى واحده في اخواتي احلى مني، قرايبي احلى مني. فبعدين لما كبرت شويه فلقيت حسيت ان انا حلوه والله طبعا، احسن يجي مني يعني انا حلوه يا جماعه اهو، فبقيت اقول دايما ان انا احلى واحده لحد ما هم صدقوا ان انا احلى واحده بجد وبقى هم مقتنعين. فقابلتني واحده في الشارع قالت لي انا ما كنتش مقتنعه، انا كان خطيبي دايما بيقول لي انت مش حلوه، انت مش عارف اعملي ايه، انت مش عارف، وسابني. طب ده كلام عشان كده. اه واهلها في البيت برضو بقوا بيضايقوها بسبب ان هي ما انت لو حلوه شويه، ما اعرفش بصراحه يعني ايه لو حلوه شويه يعني كانت المفروض تعمل ايه يعني تبقى حلوه، مش عايزه اقول لك المفروض تعمل ايه، ايماجيناتكم يعني ايماجيناتكم انتوا انا جايباه من بره يعني. فقالت لي فانا لما لقيتك بتقولي نفسك احلى واحده بقيت اقول لنفسي ان انا احلى واحده، ليل ونهار انا احلى واحده، ماشيه في البيت انا احلى واحده، لدرجه ان هم بقوا بجد مصدقين وبقوا بيقولوا لي ان انت حلويتي وبقى شكلك حلو ومش عارف ايه، لان بقيت حاسه نفسي فعلا احلى واحده. واتخطبت يعني بتقولي ان انا بقيت بسبب ان انت بتقولي ان انت احلى واحده انا بقيت مقتنعه كمان ان اي حد ممكن يبقى احلى حد يعني. فدي بصراحه كانت حاجه يعني طب حلوة. ايه اكتر الاسئله اللي كانت بتستفزك؟ الاسئله اللي بتستفزني هقول لك، في واحده او يعني مش واحده هما وحدات كتير اللي بتبعت لي مثلا ايه العلاقه فيها تهزيق ليها، يعني مثلا ايه يعني مش تهزيق اللي هو ايه بيخني، بيزعق لي قدام مش عارف صحابي، بيعمل مش عارف ايه، بس انا بحبه، لا بياكل مني بقى قافلك يعني ولا ايه يعني انت جايه لي انا يعني انا بتسيبيه طيب يعني. فاما العلاقات اللي هي بتبقى فيها اسى وحزن ومش عارف ايه وفي الاخر تقول لك طب اعمل ايه، ما تسيبيه. بس خليني اقول حاجه، انا عايزه اقول حاجه يا جماعه، لانه انا شفت الامثله دي كتير لايف، دول بيبقوا ضحايا تربيه غلط قوي قوي قوي، بيبقوا زي ما يقولوا بالبلدي جعانين اهتمام ومشاعر وحب، فهم عايزين ياخدوا ده من اي حد حتى لو الحد ده هيعاقبهم بالحب ده. وفي ناس تانية بتحس بعدم استحقاق، انه لسه كنت هقول لك هي بس مش جعانه، هي فعلا شايفه نفسها قليله فهي ما تستاهلش ان يبقى في حد يبقى معاها فبتقبل باي شيء. ده حقيقي. الاهم من كده كمان انه للاسف هو بيبقى ناتج عن تربيه الاب في البيت، يعني البنت اول نموذج بتشوفه باباها دي حقيقه، فلو باباها ده بيضرب ولو باباها ده بيتكلم باسلوب مش كويس ولو هي متعوده ان بابا بيزعق لماما او بابا بيتخانق او بابا مش عارف ايه، فبتبقى عايزه شايفه ان النموذج المؤذي هو ده الصح، هو ده اللي بيخاف عليا بدافع الامان وكده، فهم بيشوفوا النماذج دي ويجوا بعدين تيجي تقول لك طب انا مش عارفه اعمل ايه، لا سيبيه مش عارفه تعملي ايه، سيبيه سيبيه على طول. طيب هنخش على فقره اسال وجاوب، بس هيكون ردودك سريعه جدا، اسئله كلها على الهوا كده سريعه جدا. يلا مش يلا يلا قولي لي يا ستي. دي اول مشكله، واحده بتقول انا ما بفهمش في الكوره وجوزي من ساعه ما كاس العالم بدا وهو ما بيبطلش فرجه على الماتشات وبيظبط مواعيد حياته على جدول الماتشات، بدات اتخنق وحاولت بكل الطرق الهيه والفت نظره لاي حاجه تانية، خصوصا اني احتمال اولد الاسبوع الجاي وخايفه ما يحضرش الولاده علشان الماتش، اعمل ايه؟ على طول اقفلي التلفزيون. لا اقطعي التلفزيون. لا انتهى. لا. لا, لا 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 انتهى، مش دول لك في ولاده، انت عارفه في طفل جاي اللي بعده اللي بعده. انا وخطيبي كنا بنتفرج على ماتش البرتغال والمغرب، وبصراحه انا كنت بشجع كريستيانو لاني بحبه وفي نفس الوقت بشجع المغرب علشان عرب بقى وكده، بس مش هي دي المشكله، المشكله ان لما كريستيانو قعد يعيط لما خسروا انا كمان قعدت اعيط وبوظت الخروج علشان مودي اتقلب، وقلت لخطيبي يروحني، فضل ساكت طول الطريق ومش راضي يرد عليا بقالي يومين، هو زعلان عشان مش بشجع المغرب ولا
ولا بيغير من كريستيانو؟ لا هو احسن بس عشان هي نكد. والله العظيم بكلمك بامانه منى، انت عشان ما بتحبيش الكوره بتقولي كده، بس الكوره دي مليانه دموع. لا انا بحب الكوره، ده مش نكد، ده انا مليانه وبعيط ولما بشوف فريق بيكسب وكل حاجه. بس ما تنكديش بقى، مش اكلتي وسهرتي ونزلتي. اكلتي نكد، اكلتي وسهرتي اسكندرانيه ايه؟ طيب بصي، المشكله الجايه دي بنت بتقول انا بحب الكوره قوي عكس ما هو معروف عن البنات واهلاويه، ولما بقعد في قعده تعارف لازم اسال هو بيشجع مين، ولو طلع مش الاهلي بتقفل منه، بس اهلها يعني قربوا يطردوني من البيت، وفي عريس دلوقتي كويس جدا بس مالوش في الكوره اصلا، وعايزه اقنعه بيها وعايزه اقنعه يشجع الاهلي. طب ما حلو بقى، هو ده جاي على نضيف ده. ده انت تبتدي تعلميه الاهلي بقى من الاول، تقعدي معاه بقى كده تعرفيه مثلا كابتن محمود الخطيب مش عارف ايه، تعرفيه. سمعت عن كابتن سامي عثمان ده؟ انا سمعت عنه. طب شفت الانجازات بتاعه النادي؟ ماشي جنب السور الكلام ده كله. انا كنت قاعده جوه شفته شريط الانجازات. اعملي الحاجات دي كلها يعني هيجي معاكي سك، ما هو فاضي بقى ما عندوش يعني، فاهم؟ صح بالظبط. طيب دلوقتي بقى هنختبر في السريع كده مدى حرفنتك في الرياضه. ليه يعني كده بقى؟ عامه جاهزه؟ ماشي. أهلاوية ولا لا؟ أهلاوية. أهلاوية. قولي لي ثلاث أسامي من لاعبي الأهلي. كهربا، أفشة، الشناوي. ماشي. عدت. مين مثلك الأعلى في منتخب مصر؟ محمد صلاح طبعا. طيب تتوقعي مين ياخد بطولة كأس العالم؟ والله أنا نفسي المغرب يعني. بس يعني نفسي المغرب، بس يعني خلينا نقول نفسي المغرب. مش عايزه تتوقع يعني. يا ريت يبقى المغرب يا رب. للاسف وقت فقرتنا خلص يا منى، وبسطنا قوي ان انت معانا النهارده في استوديو، وان شاء الله تبقي معانا مره ثانيه وكده ولا كده. احنا متابعينك على السوشيال ميديا. هنخرج فاصل ونرجع تاني، استنوا.